ظهور العاهل المغربي عاجزا يهدد استقرار المملكة ويثير صراعا على الحكم بين الرئيس الفرنسي الذي اختار ابن العاهل على حساب شقيقه المدعم من الكيان الصهيوني، ما أدى إلى انقسامات داخل الأسرة المالكة حول مسألة الخلافة، حيث فضل بعض الأطراف الأخ رشيد لتولي الحكم. أولا، مجرد تدخل الرئيس الفرنسي في مسألة خلافة الملك المغربي هذا يعتبر انتهاكا للسيادة، انتهاك صارخ وسافر وواضح جدا، وهذا يعني بأن المغرب يمر بمرحلة ضعف جيوسياسية كبيرة جدا. غياب الملك عن الساحة السياسية وظهوره في مناسبات نادرة بشكل ضعيف ومرهق في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات اجتماعية كبيرة قد يؤدي إلى خلق فراغ في السلطة ويضعف الثقة في استمرارية حكم النظام العلوي، وسط تساؤلات حول قدرة الابن على مواصلة الحكم وتأثير ذلك على استقرار المملكة. أما فيما يخص ابن العاهل المغربي فلا أعتقد أن له الإمكانيات اللازمة سواء الناحية السياسية أو كذلك من حيث شبكة العلاقات وغيرها أن يقوم بإدارة دولة تعيش في وضع جيوسياسي يمكن أن نشبهه بالمخاض. أما فيما يخص هل يمكن أن يواجه تلك التحديات؟ أولا، التحديات المغربية مزدوجة داخلية متعلقة بالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى تدخل وتوغل النفوذ الصهيوني واليهودي داخل المغرب، وهناك كذلك ظروف خارجية، نحن نتكلم عن توترات في إقليم الشرق الأوسط، كذلك توترات مع فرنسا، قطيعة دبلوماسية مع الجزائر، كل هذه تعني بأنه لابد أن تكون هناك نخبة جديدة في المغرب تعرف كيف تدير الملفات. استمرار التعتيم حول صحة الملك وتعذر وجود انتقال سلس للسلطة مفترق طرق خطير يفتح الباب أمام أزمة ولاء وصراع داخلي يهدد استقرار المخزن.